أهلا بكم أعزائي الأطفال في هذه الفقرة المهمة من هذا البرنامج، والتي يعني تتناول موضوع مهم جدا بعنوان كتابي جليسي. معنا في هذا اليوم أو نستضيف في هذا اليوم كتاب مهم جدا لكم أنتم أعزائي الأطفال وأيضا لأولياء الأمور. الكتاب في مجمله يتحدث عن الآداب بشكل عام، الآداب التي يعني يجب على الإنسان أن يتقيد بها، الآداب التي حثنا الإسلام عليها منذ الصغر. يعني هذا الكتاب لا يقتصر على الصغر فقط، أيضا أولياء الأمور هم بحاجة إلى التسلح بمثل هذه الكتب التي تعتبر معينا لهم في تربية أبنائهم. كتاب الآداب هو أحد الكتب المهمة في حياتنا اليومية، سواء كانت من الناحية العلمية أو العملية. أنا استفدت من هذا الكتاب آداب السلام، آداب الاستئذان، آداب الأخلاق، آداب الزيارة. من عنوان الكتاب يتضح لنا مضمون هذا الكتاب، فالكتاب مثل ما ذكرنا قبل قليل بأنه يحتوي على مجمل الآداب التي يجب على الإنسان المسلم أن يتقيد بها. الإسلام بطبيعة الحال لم يترك بابا من أبواب الآداب إلا وتطرق لها. الآداب مثل ما نعرف بأن الآداب منها ما هو مستحب ومكروه، منها ما هو واجب ومحرم، ومنها ما هو أيضا مباح. الكتاب هنا لا يتعمق في هذه الأمور كثيرا، فما يميزه أنه قدم بلغة سهلة ومبسطة، من السهل على ولي الأمر قراءته وأيضا فهمه، وبالتالي أيضا نقل هذه التجربة لأبنائه، وفي المقابل أيضا سهولة قراءة هذا الكتاب لأبنائنا الأطفال. من خلال معايشتي لهذا الكتاب فإني أنصح زملائي باقتنائه لما يحتويه من فوائد كثيرة في باب التربية، والتي لا شك إننا بحاجة إليها لكي ننشأ تنشئة صالحة. وبالنظر إلى مضمون الكتاب نجد بأن الكتاب احتوى على عدد كبير ومفصل من الآداب يعني المهمة جدا، والتي مثل ما ذكرنا ينبغي على الإنسان أن يتقيد بها. فعلى سبيل المثال نجد آداب تلاوة القرآن وما يتعلق به، نجد أيضا آداب الاستئذان، نجد أيضا آداب المجالس وآداب الكلام وآداب حضور المساجد وآداب النوم وغيرها من الآداب التي يعني يجب على الإنسان أن يتقيد بها في جميع مجالات حياته. سوف نتكلم عن باب آداب حضور المساجد، حيث قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن آداب حضور المساجد استحباب التبكير إلى المسجد. 2- المشي إلى الصلاة بخشوع وسكينة. 3- ما يقال من دعاء عند المشي إلى الصلاة. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الفرد هي آداب الزيارة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. صدق الله العظيم. دعونا الآن أعزائي الأطفال نأخذ نموذج مبسط من بعض الآداب التي سردها معد الكتاب في هذا الكتاب. في الصفحة 99 يطالعنا عنوان استحباب الخروج مع الضيف إلى باب الدار. يقول معد الكتاب: وهذا من تمام الضيافة وحسن الرعاية للضيف وتأنيسه حتى يغادر الدار، ولا يثبت في ذلك خبر مرفوع صحيح يعول عليه، إنما هي آثار عن سلف هذه الأمة وأئمتهم. نقتصر على واحد منها: زار أبو عبيد القاسم بن سلام أحمد بن حنبل. قال أبو عبيد: فلما أردت القيامة قام معي، قلت: لا تفعل يا أبا عبد الله. فقال: قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه. إذن نصيحتي لكم أعزائي الأطفال وأيضا أولياء الأمور أن تقتنوا مثل هذه الكتب، التي بلا شك أنها تعود الطفل على القراءة من جهة، ومن جهة أخرى تربي الأطفال على القيم والعادات
الحميدة. أول آية نزلت في القرآن الكريم تحث على القراءة، حيث قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال الله تعالى: اقرأ وربك الأكرم. وهنا أيضا يحضرنا قول الشاعر: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. شكرا لمتابعتكم لنا.